عاد طلقتي عاد فسختي الخطبه ديالك ومقصح عندي ليك 5 ديال لي سوكري الا تبعتيهم الحمد لله هاد الفتره هادي غدوز عليك باحسن ما يرام. السر الاولاني اللي هي اشنو تعلمت. بزاف ديال الناس ملي كيتفارقوا كيوليو حاضرين غير اهل الاخر هاش دار ليا هاش ما دار لياش فعل ليا عذبني ترك ليا نو نرجع الكاميرا لراسي شويه نقول اشنو تعلمت شنو هما الحوايج اللي هاد السيده تعلمت معاها او هاد السيد تعلمت معاه ما عمرني نعاود نديرها ما عمر مازال شي واحد يعاود يديرها بيا شنو هما الحوايج اللي تعلمت على راسي خايبين درتهم ما خاصنيش نعاود نديرهم او شنو هما الحوايج اللي يا ريت كانوا عندي حيت كان درتهم في هذه العلاقه كرا العلاقه دازت محسن. ليسونسييل كدوز واحد الفتره كدير لو بيلون حيت لا يعقل تبدل شي حوايج اللي ما كتشوفهاش وما حاش بها وما داريش بها وما واعيش بها. اوغ بزاف ديال الناس كيسالوا داك كيتلقشي ويشدشي نو ما يمكنلكش تطلق علاقه وانت مازال كلك مقصح بالدمايات وبهذا ومضعضع والبكا ملي كنقول الدمايات ماشي الدمايات فيزيك الدمايات تيتادير الجرح ايموسيونيل ونمشي نتلاح في علاقه واحده اخرى لا لا لا, لا. نقبط ونحط راسي ونستوعب شويه هذا الفراق حيت هو ماشي سهل اي سورتو نتعلم منه. السر الثاني هو الوضعيه ديالي الحاليه اللي هي نحمد الله علاش حيت واحد ملي كيتفارق ما كيشوفش كاع الحوايج الزوينين اللي عاش كيولي حاضر داك الشيء المفلس اللي عاش في الاخر اللي هو هذه ما دارته عليش وهذا ما داروا ليش وقلل من الاحترام ديالي وفعل ليا وخانني خانتني whatever نو ندير حتى هو واحد نظره على الماضي ديال شنو الحوايج الزوينين اللي عشت مع هاد السيده ولا مع هاد السيد وكيفاش هاد الحوايج الزوينين خلاوني حسيت وشنو هما الحوايج اللي زوينين هاد السيده خرجتهم مني اولا هاد السيد خرجوا مني شنو هما الحوايج الزوينين اللي ولاو فيا فضل هاد السيده ولا هاد السيد علاش باش حتى العلاقه ملي كتجي تكلاسيها في دماغك كتكلاسيها بشي حاجه سميتها تعلمتها اللي هما لي زابرونتيساج شي حاجه سميتها الحمد حيت استفدت منها اي هكاك كتكون بحال قلتي كتوجد راسك ان شاء الله المطاف واحد اخر اللي هو العلاقه الناجيه ولكن بواحد البيئه واحد التهيئ اللي هو غادي ينفعك ماشي غادي يضرك. الوغ السر الثالث مهم بزاف اللي هو صحابي والموهبه ديالي. علاش كنقول لكم صحابي حيت واحد ملي كيتفرق كيولي اش غنقول لك مطحطح من سداري لسداري ماشي كلشي ولكن بزاف الناس كيسدوا على راسهم في الدار ما كيبغيو يبقاو لا يخرجوا لا يدرجوا لا يتعاشروا مع الناس لا والو عاطينها يمكن الدار البكا والماكله منها واحد كيغلط كتزيد المعنويه ديالو كتمشي وثاني حاجه ما كيكونش باغي يشوف الناس داك ما فياش نو هذا هو الوقت اللي خاصك تنوض وتمشي تجاهد على راسك وتخرج وتلاقى مع الناس وتمشي دير يمكن شي حوايج هما جداد الا كانت سبور او الا كانت شي قرايه ديال شي كتوبه ولا دير شي فورماسيون ولا تمشي تسافر. علاش اول حاجه كتجيب الرواج لحياتك اللي هي العلاقات الجداد العلاقات الجداد كيجيبوا لك لوناسه لوناسك ما كتخليكش دير داك المصيبه الطايله داك بعد مرات كتبقى تدور 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 وترجع لاكس ديالك حتى كتولي معيط ليها ولا معيطه ليه وكتولي نادمه علاش حيت كتقولي جداني يدي كلاوني كصحابلي كنضربتهم على يدي وما عطانيش وقت وما جاوبنيش وما سورتو الى لا بيرسون اللي تفاقت معاه دورت الصفحه ودازت لحاجه واحده اخرى دونك نو باش ما نلقاش راسي في هذه البيئه ما خاصنيش نبقى راسي بوحدي خاصني ديما نكون راسي في هاد الفتره ابخي ملي الامور غادي تقاد راه ما كاين بس حتى الوحدانيه ساعه ساعه مزيانه الواحد كيلقى راسو كيتصنت لعظيماتو مي في هاد الفتره لا نبقى راسي انطوري كيما قلت لكم نسافر سبور ندير شي اكتيفيتي جديده اكسيتيرا علاش دابور غتجيب الاحاسيس اللي هما مزيانين والاحاسيس المزيانين غادي يبعدوك من الاحاسيس الخايبين هي الحزن والالام لو فات ديتر مقصحه اي سورتو غتعطي لراسك الفرصه تلقى ناس جداد وهو نوز ناس جداد كي دينا جداد دي يمكن اصدقاء جداد دي بيزنس جديد دي حب جديد. السر الرابع والخامس اللي هو خاصني نخدم على راسي ويكون عندي دي زاكسون واحد الاهداف اللي غادي نحطهم شنو نخدم على راسي حتى واحد ما مزيود عارف ولا فاهم ولا قاري مي ما فيهاش ما ماشي عيب نتعلم دوك مناش نتعلم من كيفاش نكون علاقه
يمكن سعيده، زوجيه سعيده، دونك نقرا الكتوبه، نمشي نتفرج في لي فيديو، نشوف لي بودكاست، ندير واحد الخلاصه ديال هاد الحوايج اللي داك السيد ولا داك السيده كانوا فريمون كيتناقضوا معايا فيهم، كيقول لي فيك هاد الديفو هاد الديفو، راه ما عمر حتى واحد ما يبقى معاك الا فيك هاد الديفو اكسيتيرا. نرد البال لهاد الحوايج ونقول ليش كيفاش هاد الديفو نقدر نصلحو باش هاد الديفو يا بابا غادي نبدلو ونحولو تولي كاليتي. علاش؟ شحال من نتوما غادي تحسنوا راسكم كشخص في الطبع ديالكم في لي كاليتي ديالكم، شحال من فرصه باش غتجلبوا لحياتكم شي واحد اللي هو احسن كثير من اللي كنتو كتجيبوه في الماضي. علاش؟ حيت كما كنقولوا حنا فرنساويه كي سو غوسومبل سا سامبل، اللي كيتشابوا ربي كيمشي حتى كيلاقيهم. ملي كنكون كيتشابوا كيتشابوا يمكن في التعامل ماشي في الطبع، كيتشابوا في التعامل، كيتشابوا في لي فالور، كيتشابوا في التهلك، كيتشابوا في الحوايج بحال هكا. دونك شحال ما غنخدم على راسي، شحال ما غادي نكون راسي، شحال ما غنحسن راسي، شحال ما كنوعدكم الشخص اللي غادي تلاقاو به غادي يكون حسن بزاف على الشخص ولا الشخصه اللي كنتو معاها من قبل. نبيل كيضحك عليا قال لي بغيت غير نعرفك منين جبتي هذا الشخص ولا الشخصه. المهم فهموني اللي بغيت نقول لكم، انت راك قوي على داكشي اللي كتظن، انتيا راكي قويه على داكشي اللي كتظني. وبغيت نقول لكم واحد الجمله نشاركها معكم، تفرجت فيها واحد النهار في واحد الفيلم وعاونتني بزاف. الحمد لله كلشي غادي يتقاد في الاخر، ولا الحوايج مازال ما تقادوش في هاد الساعه دابا، ومازال الخناين والبكا والطاعون والفقصه والمرض، سا فو دير جوست كو مازال ما وصلتيش للاخر. دونك تقبط وتمسك في راسك، ربي ما كيسد باب حتى كيحل الالوفات ديال البيبان اخرين. كانت معكم نهيد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.